مرحبا بالله يا شرف حضاره، مرحبا ما بانا ترسم المخيله، مرحبا ترحب الخير وبشوه عند ربع طيب ارتكله اشعل بان معده وداره بان راسه يبدع عمية جزله بمدح ربعه ما هو يبغى مشوره فاخس على الحق وقلبه دلاله على سمعته على العز معمره الحرار النادره تصلم فصله أبرك المناسبات اللي اجتمعوا فيها هذا الوجيه، جعل إن شاء الله عرس مبارك اللي جمعنا، وهذا من أبرك شبابنا عمرك وطيبهم، ونقول الله يبارك له في زواجه ويعطيه الذرية الصالحة ويجمعكم على طاعته، والله لا يخلي منكم المذيع ويرحم والديك جميعا. نقول انها ابرك المناسبات اللي جمعت ذي الوجيه الطيبه كلها وسلامتها. اشعل بان معده وداره بان راسه يبدع عمية جزيله.
الحمد لله ذي الملك، الحمد لله قبل رضاه، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله بعد الرضا والنعيم، وصلاة وسلام على الأمي العربي خير الورى أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية تهتز فرحا وسرورا بلقيا هذه الوجوه الطيبة، والتي نسأل الله أن يديم عليها الفرح والمسرات. باسم والدي مسفر بن ناصر اللواء وباسم عائلة اللواء، نرحب بكم جميعا مرحبا عدد الرمال، ومرحبا عدد ذرات الجبال، مرحبا بكم كل باسمه. أهلا بكل من أتى من قريب ومن بعيد متجشما عناء السفر ليحضر هذه المناسبة الغالية. أهلا بكم إخواناً وأصحاب في هذه الليلة السعيدة، أثلجتم صدورنا بحضوركم. ومرحباً ترحيب المطر، خير ما نبدأ به أيها الجمع الكريم آيات من الذكر الحكيم والقارئ جابر اللواء. أعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما الآن كلمة تذكير والشيخ محمد بن حمد اللواء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولاً مرحباً بالجميع في حفل الجميع، وأقول لأبو مسفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً. أحبتي في الله، يصلي المرء ويصوم ويزكي ويتصدق ويحج ويعمل من الصالحات ما شاء الله أن يعمل. كل هذه الأعمال والعناء للعبد في هذه الدنيا يتوقف في الجنة، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. كل هذه العبادات تتوقف عن أهل الجنة إلا ذكر الله، يتلهمون التسبيح والذكر في الجنة كما يتلهمون النفس، وهذا من عظم الذكر عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الله من خير العبادات وأسهل العبادات، ولا يوفق إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أيما امرئ ذاكراً لله سبحانه وتعالى في خلوته وفي علانيته فليعلم أنه مع الأحياء، وأي امرئ غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهو مع الأموات ولو قلبه بين جنبيه ينبض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له كثيراً، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أمننا وإسلامنا، وأن يحفظ المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. وأسأله بمنه وكرمه من أراد المسلمين وبلاد المسلمين بسوء أن يشغله بنفسه ويرد كيده في نحره، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. وختاماً مرحباً بالجميع تراحب المطر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الآن قصيدة شعرية للشاعر خالد بن جابر الخيتة، فليتفضل مشكورا. يقول: من الشاعر اللي قافه من الهزل يدراه، ولا تعوقه بيوت الشعر يوم يكتبها، لصاغ الشعر يتعب على نظمه ومعناه، ولا تكوده القيفال لا جاي يرتبها. أنا لا زهمني صاحبي فالشعر يفداه، ولا نشحيح أبياتي لحان واجبها. بسم الله وربعي هل الطيب وأهل الجاه، رجال العلوم الطيب ما هي تجنبها. هلا مرحبا بالضيف من مشيه الملفاه، وعد الرياح اللي تصافق
هبا يبهب كل ابلج الطايلة دايما ممشاه وكل اصوك نقولت ونعمين كاسبها على عود نجرك فالمحل داير مجراه وتبهلال وزال التراحيب تصحبها وراع الحفل اسال الله يبارك مسعاه عزم والعزيمه من شامه تجنبها وصلى الله وسلم على ما تناثر ماه على محمد الوعداد هلة سحايفها. سلام عليكم. والان قصيده شعريه للشاعر علي بن صالح الحدلي. يالله يلي ما غيرك يجلي الغمه يا ما التجا من جاله واشتكى همه يا خالق الخلق رازقها وكافلها تم الامن والسلام اللي يعربي تمه واحفظ ملكنا يا ربي وامهل ايامه سلمان راع الحزم والعزم والهمه قايد مخضرم ظفر بالحق والهيبه رجع ما رجع مهابتها للاسلام للقمه قايد مخضرم ظفر بالحق والهيبه ورجع مهابتها للاسلام للقمه ابو فهد يرتقي للمجد بافعاله لم التشتات بين من بين الدول لمه ولي عهده ولي عهده صليب الراي والحكمة ولي عهده صليب الراي والحكمة حط أكبر اللي يحكم العالم بكمه محمد الصيرمي ما خاب من حطه ولي عهده ويا ردبه على الجمة يا رب تحفظ بلدنا من هل الفتنة ولي عهده محمد الصيرمي ما خاب من حطه ولي عهده ويا ردبه على الجمة يا رب تحفظ بلدنا من هل الفتنة والخاين اللي يسير الحقد في دمه اعدى البلد ينشرون الكره والفوضى مثل الخونجه وراعي الخزي ابو عمه يا للاسف كيف تمشي تحت تدبيره وعلى بلدها بفكره ناشره سمه امن الوطن نحتميه ونحتمي دونه هو مهبط الوحي والاسلام واليمه ياما وياما سمعنا شيء ما يوصف على الجهازات قاله واحد رمه جميع همزه تواصل في محطاته من الجحلة تكبود الناس من طمه بالواتس هذا يعل وذاك بسنابه هذا وهذا وهذاك كلهم خمه مقاطع موجعه وهروج مذمومه سفه بنفسه وفشل في بني عمه وين العقول الزواكي وين راعيها اللي يوقف ضعيف العقل عند امه أهل البدع والضلال ومن سلك دربه تروح بمطمة وتاتيك بمطمة الثرثرة والكلام الهزل ما قاله إلا سفيهن ما حسب منطق إلا سفيهن ما حسب ما نطق فمه الصمت من يلزمه ما هو متندم يبقى مكانه رفيع ولا أحد ذمه هذا وصلوا على شفيعنا الهادي آخر نبي أرسله الرب للأمة سلامتكم جميع. أشعل بان ما عدا وداره بان راسي يبدع عبية جزيلة إن دح ربعه ما هو يبقى مشوره فاخي سعاد الحق وقلبه دليلة على سمعتم على العين سمع عمره الحرار النادرة تصلم فصيلة شيء لي يشيله طبعي اللي بالمواقف
صار شباره بين الرساه هي جت الوهله الوان ثار للحيات ثاره العدو يخزونه ويسبونه خاله ابلهم تعوره تشكل خطوره تنزل قفر البعد وتنتحله تنزل قفر البعد وتنتحله هذا العشوان عم يا اخوان نوره عزوه تفرق خلانا النور خلانه الرسم بالحميه فيه فاره يدوى المحتاج ويكب در علانه زايد يخف على العايل دبره سمك عبد العايل وستلك حاله سمك عبد العايل وستلك حاله الوفا عنوانه وللطيب سوره لا تخون ولا يرمون الفشله والمدايح رسمها
الله يمسيكم بالخير جميع، ومبارك لأخي ناصر بن المسر، ونقول له مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. يقول: بديت ورجيت الواحد الماجد المتعال، بديع الصنيع اللي له الفضل والمنة، بعد ما بدينا واستعنا لفت الأمثال مثل ما لفت عطش العطايا لها حنة. باسم ربعي يحزن، باسم ربعي الغفران لصدق جال بجال، ألا دلوا يوم الحرايب الهدنة اللي أذكر سالو. باسم ربعي الغفران لصدق جال بجال، ألا دلوا يوم الحرايب الهدنة اللي ذكرة العشواء غد الراس فيها أخبال، نهار الوقع عقالهم جات من جنة. عليك زود. باسم ربعي الغفران لصدق جال بجال، ألا دلوا يوم الحرايب الهدنة اللي ذكرة العشواء غد الراس فيها أخبال، نهار الوقع عقالهم جات من جنة. نس المرة اللي في المغازي بعيد خيال، رمكهم إلى منها عدت ما لها عنا، صناديد يام موطيت كل من هو عال، ومن ظن فينا نصرته ما كذب ظنه. يستاهلوا. صناديد يا من مطيت كل من هو عال، ومن ظن فينا نصرته ما كذب ظنه، وباقي القبائل فالضماير لها منزال، ولا يجحد فعول القبائل سوى الهنة، ولا شاب قافي والمعاني ما هي بهزال، سرت جزله وجات الجزيلات مستنة. ألا مرحبا بضيوفنا عد ما قد سال، شعيب النبات يجذبك طيب الخنة، من البن الأشقر للنشامة سوق الفنجال، من الحيل نذبح لو هبوب الدهر سلفة، نسوق التهاني والتباريك سوق جمال، الناصر حزامي للخوي سيفني سله، عسى فاله الخير المبارك وحال ومال، ولا الوقت به يشقى ويضحك الكبسنة. وسلامتكم. يا مرحبا واهلا يا ضيفان واعدادها مال المطار، يا مرحبا بضيوفنا الشيخان واعدادها مال المطار، واعدادها مال المطار. بدأت ورجت الواحد الماجد المتعال، بدع الصنع الليلة الفضل والمنة، بعد ما بدنا واستعنا لفت الأمثال مثل ما لفت عطش العطايا لها حنا. باسم ربعي وغفران لصدك جال بجال، ألا دلوا يوم الحرايب لها دنا، ألا دلوا يوم الحرايب لها دنا، لذكرى العشوى غدا الراس في أبل، نهر الوقع قالهم جات من جنة. ناس المرة اللي في المغازي بعيد خيار، رمتهم يلا منها عدت ما لها عنا، رمتهم يلا منها عدت ما لها عنا، صناديد يوم مطيت كل من هو عال، وما ظن فينا نصرته ما كذب ظنه، وباقي شعب النبات يجذبك طيب الخنة، من البن الأشقر للنشامة سوق الفنجان، نقلص من الحيل والعود لفنة، نقلص من الحيل والعود لفنة، نسوق التهاني والتباريك سوق جمال الناصر حزامي للخوي
مسفر بن ناصر الوى على زواج ابنه ناصر المسفر الوى، واقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والله يجمعنا على العز والطاعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشعل بال معده وداره، قال راسي ابدا عبيه جزله، مدح ربعه ما هو يبقى مشوره، قافس وعلفه فوق قلبه دلاله، على سمعته شو على
تغور.